تشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري وبحثت معه في آخر المستجدات ومجريات الأوضاع الداخلية والإقليمية، وطبعا تداولنا في أبعاد تقلص فرص انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وكان تشديد على رفض حالة التأرجح والمراوحة القاتلة والمدمرة لمناعة الوطن من دون التقدم إلى مدخل لحل العقد التي تؤخر انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة إنقاذية تواكب التطورات البالغة الأهمية في المنطقة وتضع في أولوياتها عملية الإصلاح الشامل وحل إشكالية استخراج لبنان لثروته النفطية لاستثمارها في مسار النهوض بالاقتصاد. كما أبديت توجسي من أي تأخير على هذا الصعيد، الأمر الذي سيدخل البلاد في دوامة الفراغ القاتل. وأثنيت على جهود الرئيس بري وعلى أدائه المسؤول في اتخاذ القرارات اللازمة لحفظ وحدة البلاد، وأيدته في مساعيه الهادفة إلى تغليب منطق التوافق والحوار، آملا أن تلقى مبادرته من الكتل النيابية كافة كل التجاوب وتقدم بشجاعة إلى حوار بناء يفضي إلى اتفاق على تسمية الرئيس 14 للدولة. كما حذرنا من ظاهرة ارتفاع منسوب الخطاب السياسي، داعينا إلى تهدئة النفوس والأجواء وتحمل المسؤوليات الوطنية والتعاطي بحكمة مع معاناة المواطن وتداعياته على معيشته وحياته. وأكد لي دولة الرئيس أن لبنان في حالة إعياء شديد على كافة مستويات، لا سيما الصحية والاقتصادية والمعيشية التي بلغت حد الجوع والكفر، ولا يجوز أن ننتظر حل مشاكل الشرق الأوسط قبل مشكلاتنا الداخلية، والحل بأيدينا إذا شئنا. وكان تشديد على أن لبنان لا يعيش ولا يستقيم إلا بالشراكة. وقد لخص دولة الرئيس بري نظرته هذه باعتبار لبنان لا يعيش من دون مسيحيه، لذا فهو يولي روحية المشاركة الحقيقية والمناصفة الحقيقية بين المسيحيين والمسلمين كما نحن عليها، كما نص عليها اتفاق طائف. وشكرا.